الناس بهجوم الغصن اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمانا بإذن الله هذه الأمسية صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا أبو عبد السلام، وصاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا الدكتور كمال بوزيدي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبهما. شيخنا مرحبا بك. وبكم أهلا. الله ينورك فيك. شيخنا مرحبا بك. وبكم أهلا. الله ينورك فيك. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه في الكتاب الكريم، أمرنا بالدعاء. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. كيف ندعو ربنا تضرعا وخفية؟ دكتور كمال. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الدعاء في الحقيقة هو العبادة، هو الطلب، هو الرجاء، هو الأمن. يعني الإنسان، العلاقة بين السماء والأرض هو الدعاء، عن طريق الدعاء. لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان لم يتركه سودا، لم يتركه بمعنى ليعبث في الأرض، وإنما جعل له قوانين، جعل له بتوجيهات يمشي بها، وفي نفس الوقت يستعين به عن طريق: يا ربي وجهني طريق الصواب، يا ربي ألهمني الرشد، يا ربي بلغني مقصدي، إلى غير ذلك. يعني يدعي حتى الله سبحانه وتعالى يهديه إلى طريق الرشاد. فالدعاء لما قال ادعوا ربكم يعني تضرعا، وهنا ده شرط الدعاء. شرط الدعاء إنسان ما يدعيش من فوق القلب، يدعي وهو يعني بمعنى شغل يبكي راجي، شغل واحد يحلل في ربي: يا ربي يا ربي، يحلوا. لما تحلوا وتبكي وكذا ربي ما يردك. لهذا ربي قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. استجابة فيها في هذا لا يريد الله سبحانه وتعالى لا يستجيب إلا المعتدين. هذا قال: ولا تعتدوا، إنه لا يحب المعتدين. الله، لأن الاعتداء في الدعاء. وكيف الدعاء فيه الاعتداء؟ نعم، الدعاء فيه ظلم، سبحانه، فيه الاعتداء. قال: ولا تعتدوا. قال الاعتداء في الدعاء، لأنه قال تضرعا وخي، علاش الدعاء أصل فيه شنو هو؟ أصل الدفاع ماشي: يا ربي أعطيني قدام الناس، يا ربي بارك لي، يا ربي. لا لا، الدعاء هو الأصل فيه، هو السر بينك وبين مولاك، بينك وبين مولاك سبحانه. ادعو الله تعالى ربي يعطيك سبحانه ما تريد. المهم أن يكون عن طريق التضرع. وفي الاضطرار، خاصة الاضطرار، لما تكون محتاج إليه بمعنى مزير مضيق وتبكي له: يا ربي شوف، ربي يفتح عليك سبحانه، فإن الله سيفتح، تتفتح الأمور عليك. المهم فقط تبكي، بصح ماهوش شرط. يعني هذا هو من بين الاعتداء، أن الإنسان يتعجل في الدعاء. لهذا الرسول قال: لا تتعجلوا في الدعاء. قالوا: يا رسول كيف نتعجل؟ قال: بمعنى تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. لا، يقول: يا رب أنا دعيت يا حمد والله، ما استجب ليش ربي، أنا غير ندعي، كان ما استجب ليش، خلاص. هذا استعجال. قال: هذا يتوطن الدعاء. بالضبط. هذا هو، لهذا اعتداء. هكا اعتداء الدعاء. تسمى كأنك هنا ما درتش ثقة في ربي، اعتديت عليه. سبحان ربي، قال لك: أنا نستجب لك يا عبدي. وانت تقول ما كان والو، ربي يقول لك: انا استجب لك. تقول ما كان والو، كيف هذا ما كان والو؟ تخيب ثقتك. بالضبط، لان الدعاء هو ثلاث: انت راك معمر بالذنوب، راك معمر بالمعاصي، مليان كما قلت بالسيئات. بقدر ما تدعو ربي يمحي لك السيئات، يمحي لك، انت ماك جايب خبر. ربي يقول: امحي،
بقدر ماك تدعي بقدر ماك تدعي ويمحي لك كي طهرك. لما تكون انت طاهر كالانبياء صافي تدعي يستجب لك. اللهم صل على ما تريد دوك يستجب لك. قول يا ربي بمعنى الجزائر هذاك نواره دوك ترجع نواره في الحين لان لا لانه صافيين لو طاهرين. سمع الله لا براهم طول الانبياء لما يدعوا ربي سبحانه وتعالى يستجبهم في الحين. بس انت مازالك مليان بالسيئات يمحي لك ربي يقول لنا نطهروك قبل باش نستجبوا لك نطهروك نصفيوك باش كي تلقى الله يوم القيامه تلقى هو انت صافي ده. انت طاهر ان شاء الله. فهو يصفيك هذا من بين الادعيه كي تدعي ويصفي فيك. اثنين راهو يكتبهم لك حسنات يوم القيامه كل ما تدعي راهي حسنات تسجل لك يوم القيامه كي تسجل تاعك مع من الحسن انت ما درتهاش كلها من الدعاء تاعك هو يسجل يسجل قد ما تدعي يسجل 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 وانت بدون شعور. والدعاء اللي هو مستجب لك هنا يستجب لك هنا ولكن مش كما تحب انت ليس كما تريد في حينها كما تشاء كما يشاء هو سبحان الله. ومن بعد دوم ان الله سبحانه وتعالى تولي انت نهار يستجب لك ربي في الوقت هذاك اللي يحب ربي تقول الحمد لله لو كان ربي يستجبني في ذاك الوقت لا 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 تكون خسار الحمد لله يستجبني دوك يعلم الغيب سبحانه هو يعلم سبحانه لان ولكن الانسان يقلق ويتسرع نفسه تدفعه ونفسه تدفعه بمعنى يقول كارب ما استجبنيش على لأن كان ملح كان ملحا وكان بمعنى قلوقا ونفي نف في نفس الوقت سريع الحب يعني سريع الجواب يحب استجابتكم بسرعة بسرعة على وخلق الإنسان واش عجولة في الإنسان كما قال لك من عجل آدم عليه السلام لما قال له ربي سبحانه وتعالى روح تاو في عينه في نفسه باغي ينوض اصبر يا سيدي اصبر مازال يا سيدي ان ادم على تنسى حتى الملك قال اصبر اصبر ها رجلك مازال ما كانش فيها من الروح بغى ينوض يعني شوف قال لهم ربي خلق الانسان عجولا انسان يعني بمعنى ان الانسان دائما يحب بسرعه كل شيء بسرعه ولكن الخير يجي دائما بعد الانات بعد الصبر لهذا احنا نقول بمعنى الانسان ما يتعداش. ثاني حاجه ان الانسان لا يدعو بالشر هذا التعدي في الدعاء الانسان يدعي بالشر ما يستجب بالشر ربي الا من ظلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الثلاث دعوات مستجابه اما الباقي غير مستجابه دعوه الوالد ودعوه المسافر ودعوه المظلوم ولو بعد حين هذه بمعنى مسكين يشكو يشكو الى الله تعالى ربي يستجب له يعني يقول له يا ربي بصح ربي ما يستجبلوش في الظن لما يزيد يدعي يقول له يا ربي اعطيه مصيبه نحيلوا عينيه نحيلوا كذا يعني ما يستجبلوش ربي سبحانه يقول لك تتعدى هنا لا قول يرفع لي الظلم نحي عليك الظلم قول يا ربي اهديه نهديه باش يولي ناس ملاح ويعود يجي يطلب منك العفو ويطلب منك السماح يقول لك هذه ظلمتي اسمح لي يعاود يرد لك الامانه تاعك يرد لك حقوقك ديروا بالخير. لذلك يعني الدعاء لما الانسان يدعي بالشر لا ماهوش هذا بمعنى التعدي في الدعاء لا تدعو بالشر على الخلق وهذا شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا مره دعا على الخلق بالشر صلى الله عليه وسلم سبحان ولا مره سبحان الله دائما يدعي لهم بالخير اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون شوفوا ايش داروا فيه سبحان احنا لو كان دار فينا هذا نقول كما سيدنا ربي لا تهدر على الارض من كان فينا الدياره والو 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 انك انت ما كان فيه حتى والو قال والو خلاص قالوا ما تخلي شوف لا صغير لا كبير ولو يزيد ذوق قلت له ذوق ذوق كاع كيفتي قلت لهم الكل شوف يعني ولا كنشوف رحمه الله سبحانه وتعالى وسيدنا محمد لما بعث رحيما صلى الله عليه وسلم فهو مبعوث رحمه للعالمين رحمه رحمه والرحمه ما يجي منها الا الرحمه صح ان الخير والرحمه لذلك دائما يدعو بالخير يدعو الناس من الخلق اللي يدعيهم بالخير باش ربي كي يهديهم هو عنده فائده لان امته لما يهديها ربي سبحانه وتعالى تدخل معها الجنه ويفتخر بها قال يا ربي هاي امتي هاي امتي علاش لما يقول تكاثر وتنازل فاني مباهي بكم الامم يوم القيامه نزوخ بكم يوم القيامه ما زيدوا عند الدراري جيبوا الدراري باش نزوخ بكم قولوا يا ربي وعلى كذلك الصف 120 صف يوم القيامه يعني صفونا امام الله يوم القيامه الحساب 80 كلهم يدخلوا الجنه من امه محمد صلى الله عليه وسلم 80 صف تاعو وربعين الاخرين بمعنى ثلثي تاع الجنه يدخلوا هما امه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا قال ما اتمنى ادعوا الله سبحانه باش ثلثي ان شاء الله ندعي ربي باش تكونوا انتم تعمروا هالجنه. كيف لا تحب هذا الحبيب وهذا الرحمه هذه وهذا الانسان الذي بعث بمعنى بعث دائما يبكي على امته لما ينوض يوم القيامه اول ما يبحث عن امته امتي يا جبريل امتي وراي امتي امتي وراي كل الناس يقول اللهم سلم سلم يا ربي سلم لكن على خير كل واحد يضرب على نفسه يا ربي سلم كل انبياء كل يمكن مخلوقات كل يدعو الله سبحانه وتعالى اللهم سلم سلم الا هو شوف ولكن ولا مره دعا على الخلق ولا على عدوه وعلى ظالم دعا له بالشر دائما يدعو بالخير
صلى الله عليه وسلم. فلهذا احنا نقول للناس حتى ولو تكونوا مظلومين صح حقيقة الإنسان يكون، لكن ادعي ادعي ربي باش يرفع عليك الظلم، وادعي له كذا في نفس الوقت قول الله يهديه، يا ربي يهديه وارفع، وعلاش كي تهديه باش يولي إنسان ما شاء الله ويعود يفعل الخير ويعود كذلك هو أيضا يطلب كذلك قبل ما يموت يطلب يستدرك أمره يرجع إلى الناس ويعني ويستأذن منهم هذاك الشيء يخداه، ولا يطلب منهم العفو، ولا هو كذلك يتكرم عليهم ويحسن إليهم ويصبح من الصالحين، ربي يجعلنا إن شاء الله. الله يبارك فيك شيخنا أستاذنا دكتور كمال بوزيدي وأحسن الله إليك. هل أسأل عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. يحين الآن مشاهدي الكرام موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. حان موعد أذان صلاة المغرب. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. قناة القرآن الكريم. من منبع واحد قناة القرآن الكريم. الأسئلة عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. الأمل كبير في شبكة جديدة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن تنال إعجابكم وأن تكون أفقا آخر من أفق الإعلام الذي يؤمن أنه قيمي. شيخنا أبو عبد السلام مرحبا بك. وبكم أهلا سيدي. ودعوا ربكم تضرعا وخفيا بالأمازيغ. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الدعاء هو العبادة، معناه الذي لا يدعو ويتكبر عن الدعاء هذا سماه ربي مستنكفا عن عبادة.
يعني متكبرا عن عبادة الله تعالى، والذي يتكبر عن الله الله تعالى يتركه لنفسه ويذله ذلا لا عزة بعده. فالدعاء هو العبادة، والدعاء هو القرب من الله تعالى. معناه الإنسان لا يحس لذة القرب إلا بالدعاء. فعلى كل حال يثمى المسلية في الدعاء. الدعاء الإنسان ذي العبد يعني ذي ضعف، لكن يبغي لقوة، لكن يبغي يسعى، لكن ذي الفقير ذي ضعف. وخلق الإنسان ضعيفا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وإذا حل الإنسان الإنسان وريز مرارا وريق ورا، فكما يفكز ربي الخير ولي علي ممكن يخدم، هذه جهل، هذه فغي برذان. ما إلا يكسس ربي الخير هذه ضعف، هذه عجز، هذه ستسرو، يعني إيوا شكا إيوا غركا إلى آخره. يعني الإنسان ضعيف، يعني ويسعى على القوة باش يسعو الثبات في المبدأ. فكرب سبحانه عز وجل يوصى أنك ادعوه خوفا، ودعوه خوفا وطمعا، ادعوه خوفا وطمعا. معناها إلى قن دعوه ربي سبحانه عز وجل ونكونين وقاذ، خطر من يقمل كن ثير وحيننا، من يقمل كن الحياة لنا، من يقمل كن المستقبل لنا. يعني أندر نروح ما لا نمس، إن لله وإنا إليه راجعون. يعني غرس لا نقول، ما لا نقول ربي إنك كي نخلق كنت يعني باش تخدم من الحاجة. أروح الصراحة حسب سيدي اش تخدم، معناها ما نعبد ربي، نحقق العبودية لله تعالى القاها. ربي يكرم، هذا يرضو في الله، غاسك شمغ الجنة، هذا فرح يسنى. لكن ما إلا نكون نعوج، نفغي بردان، ننكر أن فشيخ داخل ربي سبحانه، نجاث، نسوث. ربي غادي كنكون جغيم مثل نفسيتي، روحك نفعت نفسيتي. فكي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوصي يليس فاطمة الزهراء دارت ربي في الناس، يتوصي سينيس حضرة السوط سينيس الدعائيين ثلاثة المراوي الصباح، ثلاثة المراوي العشر. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. معناها يا ربي ويتسجل أن يغاث نفسيتي كيف ضعف، أربي تولي، أربي طفي أفوس، أربي نلدي يلن، أربي نلدي في التي بورا. معناها الإنسان يحتاج يا ربي سبحانه. عجبي يقول إنك ربي يخلق قاعدة الضعفاء خطر تحبية. سبحان الله. لو كان يخلق قاعدة نسعى القوة إثلاق نتعدى، إثلاق نظلم. يعتد بنفسه. إثلاق نظلم، إثلاق نتكبر في ربي سبحانه عز وجل. صح. وني نكبر في ربي غني ندير دير واحد الغضب، غضب ربي سبحانه. اللي يفقع في الله ربي ما يفقع ربي في الله في العبد الجهنم يتسرج. حيت لا يوسنس حكايه استرع عاد الصحابه ندير ربي في الله سن سيدنا علي الخليفه يسد غرسك ما سي ناس علي كما كاين عاقل ينزل فقير اللوزغ الراوي حدا جن وسع غنسر داوير في كيد قلبيت المال. سيدي جوبر الإمام علي، سيدي جوبر يروح يدم كانوا سفوذا كوزال يسح مثلا ميك قول ديال سكواغ يروح هكا غرسة في الصرغ زعما سي سور كان يرول إنا يا ساك ما موسيقى طلب يعني الزكي المعونة حتى يسرغط يتسطر سيدنا علي إنا يا زريط فرولت قثمس سيد شعل بابيس باش يورير دميرتي غثمس سيدي شعل بابيس خاطر يفقع هذا يسرغ ويذ فاش يفقع. إيه معناها لو كان يخلق هذا القوة إلا قد نتكبر إلا قد يفقع في الله إلا قد نرغ ثمس سيدي شعل في الجلب ويذ فاش يفقع. لكن يخلق هذا نطعف باش كني أن نسعو الذل، أنا حتى نفتقر، أن نعلم باللي قلا غادي زوالينا، قلا غنحتاج، قلا ما نمد فاس نغرب، تمدو غير فاسي وغلعبد. ها الدكتور هو ما تمدو غير فاسي وغرس نغكتشين. لكن هذا مدو غير فاسني وغرب ربي سبحانه. ويق الآداب من الدعاء بنادم ما يدير في نفسه غير ربي سبحانه عز وجل.
وهي من اداب الدعاء. يعني خاطرش الافتقار ني الذل ني الضعف ني زنسان يجند مكثي ربي سوغرها. الوقت الشده زنسان مكثي. الوقت الاحتياج زنسان مكثي. معناها لا ملجأ ولا منجا منه الا اليه. الا اليه سبحان الله. ازدعو ربي ربي غادي يفرح يسي ويدي يقتل حاجينو بكل يسر. لكن دينا قبل لك الدكتور الدعاء نغنكني وليس روحانا كان كهباء منثورا. الدعاء نغ مستجاب. لكن ربي يعلم سوين العليم نكونيا. ربي يعلم لو كان يدي في كيني الطلبه لكي الضعف. هذا نغيرها. تسوي نديرو تحكايس. اصحابي يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ادعوي غيدي في كرب الشيء. عاودي نقيمة كي خير عليك وكون اكدي في الشيء اساسا غيرت اصبحت غسمس اصبحت خاطي ادعوك انا يدي في الشيء غيرت نقل الايمان. يدعيس. اسمي زدي في كشي الا نتزلى خمسه الوقات قل جامع. يقول يتزلى حاسس الصباح حتى العشاء. خاطر تقاس مشغول سي عامري سي المالي سي الشينس يقول يتاس ديال الوقت برك الصباح كانوا قبل هذه فوق الخدمة ينسمك ومن بعد العشاء يطول خاطر يتفرس السويعين باش غادي يأدي ربح يقولوا دي سالك وغزل لا الصباح لا العشاء والو والو يتاس الحاسس الجمعة يقول اسي الجمعة ولي تاس يقول يغاب في الصف يغاب في صلاة الجماعة يغاب في النبي صلى الله عليه وسلم فاش إذا شي تغيبا مال داش اذا نيك ترضى كن ربي في كيا ستيد صح ايوا يسوي غادي يربح حنا غادي يخسر خسير يجي تزلي يبعد في النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الصحابه باش يزدي قمن القمز دم تاكل الشيطان معايا خفين انشتا مره خاطر يجاوب يثد ربي في الدعاء نس ايميديات دين دين حالا حالا ولكن ربي يعلم كنون علي مرا يعلم لو كان يدي في كاين الطلبة غيسرون غما إنك خاطي خاطي كاين في عراوة نشتاها هاكا ندعو 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 الدعاء المهم ذي العبادة الدعاء هو العبادة كن يدي قرن النبي صلى الله عليه وسلم إنك الدعاء إنك هو ريس روحها راك أنا كان الخسارة الدعاء إنك مستجاب وحدك ثلاثة يوزك ثلاثة ما يزرى ربي الصلاح كوين الطلبة تكتيدي فيك آخ ما إلا يزرى ربي سلع الميس باللي غاينا استطلبتك لو كان كي يدير فكاس خسرت في تسكرها لكن هذا قيم نسين يون ما إلا كان الشر يديس الدون ما إلا كان البلان يديس الدون الدعاء ني غاتي على الزرب حجاب المستور الواقع يعني مثلا كيمنع ديت توتر غورك الشر مني ما إلا كان يديس الدو غورك ولا شي مره مثلا تقيم يوث الدعاء ني غاتي كراكاس ديبار يعني الدفتر للدخار اكيس تجي الحسنات الناس طالين سالين سمون سنس السالين يوم القيامه قد يفكي دور الحسنات حسني يا ربي نكون حليم غير وخدي مغار وكون شتا انسي ديكا اكيني وي الدعاء اللي تضعيطك ني وقد فكي غير الدعاء اللي خاطر على المغ لو كان فكي غير ذاك تورو ايه ربي وريت المال العبد وما ربك بظلامين للعبيد ربي دائما يتجاوب الدعاء النغ نكون إلى قناة دعوة خاطر تسيني العبادة النغة ربي يخلق قاعد مش هاتن سندعو إيوا شو غادي يخلق ربي إنك دعوني علاش باش خاطر يبغى غادي يفك الرحمة يبغى غير رحم لو كان ندعى لو كان نتكبر في الدعاء وغير رحمة لكن ربي يبغى غير رحمة إذا أدعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا غير نفع ربي آمين يا رب بارك آمين. الله فيك آمين شكرا جزيلا لشيخنا صاحب الفضيلة شيخنا أستاذنا أبو عبد السلام على هذه المعاني والشكر موصول لصاحب الفضيلة الدكتور كمال بوزيدي في وقفتنا جميعا عند قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. على بركة الله أيها السادة نشرع في استقبال المكالمات والاستماع للانشغالات هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهي. يونس على بركة الله من أين نشرع في هذه الأمسية المباركة استماعا لمشاهدي الكرام ومعرفة من خلال ما يطرحون من أسئلة.
نعم سعد. الله يبارك فيك. من تلمسان نبدا باذن الله. اختنا منصوره. من تلمسان. مرحبا بك الشيوخ في افاضل. مرحبا بك اختنا منصوره. من فضلك نحب نسال الشيوخ الافاضل. ايوه. عندي الاخر حاله نفسيه وراني عند طبيبه نفساني العالم وراني في تحسن. الحمد لله. لكن فيني واحد الهواجس واحد الشكوك واحد نطلب من الشيوخ الافاضل يفهموني هل الحديث النفس كاين منها؟ واضح واضح ان شاء الله. والاخر عندي سؤال الاخر. اختنا منصوره يعني الحمد لله يعني راكي تابعه عند طبيبه نفسانيه. طبيبه نفسانيه والحمد لله نصوم نقوم الليل نصلي نقرا القران. ما شاء الله. كاين واحد الهواجس نولي نبكي نولي نصلي في الخشوع نولي في القران نولي نقول يا ربي نحوس نزيد نتقرب منك. هل ترى راني على صواب ولا على خطا؟ الله يفتح علينا وعليك. آمين إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟ من فضلك عندي واحد المبلغ. أيوة. في مخص الزكاة. أيوة وش به المبلغ؟ عندي 10 ملايين. أيوة. ما عندهم نحول. إيه. هل ترى نزكي عليهم ولا؟ طيب الله يفتح علينا وعليك إن شاء الله. آمين. أيوة عندك سؤال ثاني منصورة؟ شكرا للأساتذة شيوخنا الكرام ويدعوا لي إن شاء الله يدعوا لي. أنت ثاني ما تنسيناش بالدعاء أخت منصورة. إن شاء الله إن شاء الله. الله يحفظك. أتقبل منكم إن شاء الله وبارك الله فيكم وجزي كل خير عنا. هذا واجبنا هذا واجبنا أختنا منصور بارك الله فيك. كل يوم راني حسيتكم أنت يا حامد وأفدتونا من فضلكم أفدتونا شكرا جزيلا لكم. استفدنا منكم كثيرا. وإحنا استفدنا من أسئلتكم أختي منصورة بارك الله فيك يعطيك الصحة. إن شاء الله ربي يحفظ لنا شيوخنا الكرام. الله ينورك منصورة شكرا. شيخ اللي بولي تديني هواجس هكا على قريتكم. لا 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 فهمنا إن شاء الله فهمنا ويعطيك الصحة على الشجرة. شوفي أنا في القبر وليت نقراهم كيما هكا ولا تديني واحد الأفكار وهواجس. لاباس لاباس. يفهمك شيخنا على هذه الهواجس ان شاء الله. تفيدوني من فضلكم جزاك الله كل خير. الله يبارك. مرحبا اختي منصوره من تلمسان شكرا جزيلا. مع السلامه. الله يسلمك ويهنيك. من تلمسان الى اختنا احلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك تفضلي اخت احلام. معلش عندي زوج اسئله. الاول. اولا راجلي راجل مريض بالسكر وجرح في رجله. وكي نقول نصلي يقول لي ما نقدرش نتوضا. ايوا كيف يدير ولا انا قلت له نورمالمون علاش تتوضا توضا عادي ورجلي تكمل الزوف ما يندمش يجلسنا. ايه لا يندم الواضح ربي يجيب له الشفاء ان شاء الله ويخففه. وعندي سؤال السؤال الثاني راجلي دابا ما يخليش ما يخليش يحضر كيف؟ عاودي لنا اخت احلام سؤال ثاني. عاودي لنا السؤال الثاني. عاودي لنا السؤال الثاني. السؤال الثاني انه راجلي مفروض. ايوه. باباه ما يخليش يخدم. الارض اللي كتوفر لي الشياء والسلاحه يعطيو له يزرع. وراجلي ما يخليش. ايوه. ومش كيما ولاد بها. وكيفاه واش كاين؟ وكيفاه يعني على من راهو يسقسي راجلك؟ باباه عنده حق ولا غلط ولا حق؟ ها هي واضح المال مال بوه؟ هي طيب يعني سامحي لي اختي احلام يمنعوا من من العمل في الارض؟ يمنعوا يعني بو باباه؟ هي ما يخليش ويدير هكا شيء هكا شياء والله ما يقولوا بيه ما تديرش. ايوه واضح ان شاء الله واضح. والسؤال الثالث انا يا مريضه. الله يجيب لك الشفاء ان شاء الله. ايوه. ما كانت قاعده انا وراجلي مشاكل وكي جا العقل قالوا الشيء اللي فيها يقدر حتى في مثلا الدراهم هكا معاكم فهمتني يعني في يعني يقدر يسرقك دراهم. الشيء اللي فيا يعني كما نقولوا قال عندها مس وسحر.
هذا صحيح، وانا قلت له ياثر صح الانجاب، انا عندي 7 سنين وما رزقش ربي. طيب الله يفتح علينا وعليك ان شاء الله. والشيوخ يدعونا من فضلك ربي يفتح علينا ان شاء الله يرتاح راسه. ان شاء الله ان شاء الله يا الله. شكرا وشكرا الله يحفظك. شكرا اختنا احلام، ربي يبارك فيك. صح الله يسلمك. إلى تيبازا أختنا فاطمة. أختنا فاطمة تيبازا مقلعة، عندي سؤال. أيوة. بابا الله يرحمه كان بكري يخدم في كان عايش في فرنسا. أيوة. وجاز عليه رمضان كان البرد بزاف وهو كان مريض، كان دونك صام يامات ويامات كلاهم، وبعدها فجر دار أن أكسيدون مات، ما عاودهمش هذوك اليامات. واش هو الحكم؟ اسكو نصدقوا عليه؟ واش نقدروا نديروا؟ ومات في العام هذاك اللي بعد الصوم هذا؟ هو كان شويه مريض، مات في هذاك العام. اي مات في هذاك العام. إيه. الله يرحمه بيرا. هذه الحاجه راهي تملي لك. ايه الله يحفظها، سلمي عليها. ربي يخليك يعيشك. أي. عندك سؤال ثاني؟ أنا واش عندي، ربي يخليك. مرحبا بك و الله يسلمك. شكرا أخت فاطمة متيباز. بالسلامة. الله ينورك. البوليدة أم محمد. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي سيدة أم محمد، أنا نسمعوك. لا قد نتحدث مع الصلاة. إي واش بها الصلاة؟ الصلاة أنا راني صلاة القديمة، صلي وقت مع وقت. أيوا. أو قالوا لي ما تجوجش هكذاك. وكيف قالوا لك تجوز؟ لا قالوا لي محسوب صليها مرتبة، صلي بالنهار، أنا راني صلي الصبح نصلي معاه الصبح، العصر نصلي معاه العصر، الظهر نصلي معاه الظهر، المغرب العشاء وهكذا كل يوم نصلي نهار. أيوة واضح. في شخصية الشيوخ تاع الجامع قالوا لي أنت ما عندكش قضاء، أنت لازم عندك نفس اللي برك. واش عندك؟ قالوا لي نفس اللي برك، ما دامك كنت صغيره وما تعرفيش، انا ما نعرفش مشي خليتها والله. ومالينا ما قالوا لنا صلوا وحنايا ما على بالناش. واضح. اليوم راني نخلف فيها، قالوا لي محسوب نفس اللي برك، صحي زوج الشيوخ تاع الجامع. ايوه. قالوا لي نفس اللي برك ما عندكش القضاء. قلت نشاوركم انتم شو تقولوا لي؟ واضح ان شاء الله سيده ام محمد، شيوخنا يجاوبوك ان شاء الله. بغيت نقول لك سؤال ثاني. ايوه. عندي طلع الصوام تاع رمضان. ايوه. الصوام تاع رمضان كل عام نعاود منه، كل عام حاشاك يطلع لي الحريق، تطلع لي القروصه، ناكل حاجه بنينه في الليل تجيني في فمي صباح بنينه، تجيني في فمي صباح مره. ونبدأ حاشاك بزاف، نهار كامل وانا نبدأ بزاف، في عجبة عاد الطبيب قال لي عندك لا الصومه تاعك مفتوحه. أيوة. كل عام نعاود منه 5 أيام 6 أيام كل عام. واضح إن شاء الله. قولي لك راني نعاود هكذا، يعني صلاتي صحيح، صومي صحيح، ولا نعاود ولا كيفاه؟ واضح سيدة أم محمد، واضح إن شاء الله نتعلم. وادعوا لنا إن شاء الله، ادعوا لنا عادي التوسويس في الصلاة، في نعود نتوضا، تعرف نتوضا ونعاود، نتوضا ونعاود، نحط الصلاة نصلي ونعاود، نصلي وروحنا نستقرضوا، نصلي وزير نقطع وروحنا نستقرضوا. عندي شغل الماء، عندي كي نخلط الماء، عندي نتحوش. واضح ان شاء الله، الله يجيب الشفاء ان شاء الله سيدة. ادعوا لنا ان شاء الله معكم، ادعوا لنا ان شاء الله. وانتم ثاني ما تنسوناش، هكا سيدة محمد. امين ان شاء الله يا رب العالمين، يا رب ان شاء الله مستورين دنيا واخره ان شاء الله. الله ينورك، يعطيك الصحة سيدة محمد، شكرا. آمين. ايوه يونس. اخيرا يعني اتصور السعلي، السعلي تبسا. تبسا. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي علي. عندي واحد السؤال برك سقت عليه. مرحبا. السؤال عندي لأخوة، عندي اخواني هزوا صور تاع البرد تاع 600 مليون وقالوا لي امك ما عندهاش حق. امك مدت الدولة قبل امها. وش قال لك؟ صافي دير اخواني هذوما هزوا 600 مليون تاع الورد تاع جدة، جدة صافي دير اي مات ربي يرحمها. كي رحت لاخواني قلت لهم اعطيني باس يما، قالوا لي امك ما تجي الاول قبل امك. وامك توفت قبل الجدة؟ يما هي توفت الاول. وقتاش توفت؟ توفت لها مدة، هي ما تشوفش على خمس سنين صغير انا.
وقتاش لها مدة؟ في الثمانينات؟ توفت في 73 يما، توفت في 73. 73؟ اه توفت في ساعة رمضان. الله. والجدة وقتاش؟ والجدة وقتاش توفات؟ جدة ما عندهاش ياسر، واحد ثلاث سنين أربع سنين جوت. الله يرحمهم جميعا، الله يرحمهم في جميع ان شاء الله. نجاوبك السي علي. ربي يحفظك ان شاء الله. الله يحييك السي علي، تحياتنا الناس تبسة. صح. ايوه متبسة الى اين؟ الله ينورك السي علي، صح. يونس اعطيني الاتصال الاخير. العاصمة سيدة ام هارون. ام هارون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام على المشايخ الكرام. الله يسلمك ويهنيك سيدة أم هارون. عندي أسئلة إذا بالإمكان. بسم الله تفضلي. عندي أختي عندها 20 سنة متزوجة، العوام الأولى متهنية مليحة لاباس عليها، من بعد برك قول 10 سنين هذاك عقلي خجلها تبدل كومبليتمون، ملا يصرف عليها، معاملة سيئة، الألفاظ سيئة، سب، المهم عمل سيئة بكل معناها، ما يصرفش حتى الفراش حجارها. ضركة هي وهذا المشكل كامل يا أخ محمد. عندهم بكري دار البيت هش، وعنده هو قطعة أرض في قرار الجزائر، يكون عندك قطعة أرض ومستفاد منها إنها تكون دار، ومن بعد كما نقولوا برحمة ربي سبحانه كما نقولوا تنازل لها أختي الدار هذه اللي مدوها لهم. يبقى وقت نقولوا حرشوا هكا بالمعنى، حرشوهم مالي، يقول لك كيفاش زعما كتبتيها لها باسمها؟ فهمتني يا أخ؟ ألو؟ أي أني فاهم أخت مهارة. ضفت المشكلة هي الدار، هي كي تنقول لك كرهت، قالت يا ربي حابة تطلب طلاق، كيما سقسيت قالوا لها كيما نقولوا تطلب الطلاق ينحي لك الدار. فهمتني كيف صافي الحد درك؟ أعطوني حد من عندكم مشايخ الكرام يعطوني حل. قالت لي قلنا لها اصبري، قالت لي صبرت صبرت الأحلق الأقصى درجة، مانيش قادرة درك. صافي هو المشكل درك الدار، كي تنزل لها لا لازم ترجعي لي الدار. معاملة سيئة لا يصرف يعني بمعنى الكلمة. ولكن بالمناسبة هي ما تقدرش ترجع له الدار لأنه سامحني في هي حتى كي ترجع له الدار هو حبيبيها الدار. هكذا باش نفهموا. اي واضح يريد بيعها. لأنه القانون ما يسمحلوش بالدار في هذه الوضعية. ها درك هذه باسمها بصح نقول الكهرباء يجي باسمها بصح الماء يجي باسمه هو تنزل مؤقت ما عرفتش المهم هي باسمها درك. ايوه الله يجيب الخير ان شاء الله. وشحال بيناتهم ولاد؟ عندهم عندها ثلاثه. الله يفتح الاولاد الله يقويهم على تربيتهم. نسمعوا ان شاء الله. راهي تحضر معاك البرنامج؟ دوك معيط لها درك. اي ان شاء الله. عندي سؤال ثاني اذا بالامكان. تفضلي سيده ام هارون مرحبا بك تفضلي. انا 2012 لا 2011 تخرج، كنت متخرجه جديده وخدمت غون بلاصون في هذاك تسع شهر مالادي. كي خدمت صافي خدمت حاجه دوك قعدت الف فيا ضميري. كان عندي تلميذ خصصت نقطة صافي غلط لي، ومن بعد قال لي أستاذ كي غلط عليا، وفهمت كنت نخاف والله ما دخلت وربي يعلم كنت نخاف هكا صافي خفت من الإدارة باش نصلح لي. قلت لي أعطيت ليه التقويم الدراسي في التقويم على نقطة الامتحان، التقويم أعطيت ليه 18 قلت لها اني زدت هلك فهيك، واذا رجعت من بعد العطلة اذا ما رجعتش استاذتي نزيد هلك. قال لي هي، ومن بعد انا ما رجعتش صافي قلت بقت لي هذيك النقطة في ذمتي وش ندير من 2011. واضح ان شاء الله. نشوفوا المشاكل وزد نفس زد كلاسة اخرى عندي تلميذة مادة الكراسة تكتب لها
صافي كنقولوا تقدير هكا. حتى انا كي في الحصه اللي تدزين كامل توزعني، وكي روحت للدار ما درفيتش زعما. من بعد في السنه الدراسيه وانا تزوجت رحت للبيت لزوجيتي، كيف لقيت اختي لقيت الكراسي تاع التلميذ هذاك عندي. طيب استاذه مهارون عاونيني الله يخليك. مساله الطفل اللي اخطات في حقه ونويتي تعطيه التقويم فهمناها، الطالبه الاخرى بسرعه واش كاين؟ لانه ما بقاش وقت كثير باش نجاوب. هذه صافي قلت لها كاين حتى وما رجعتوش. ما رجعتش. واش ندير؟ طيب دوكا سنين فاتت اسكو قعدت في حق في رقبتي باش ندير؟ شيخنا فهمت الثاني ايضا الله يبارك، يعني ممكن يكونوا الان راهم في الجامعه يعني. الله يبارك سيدة أم هارون، الله يفتح علينا وعليك، إن شاء الله نجاوبوك على كل هذه الأشياء. ما تنسوناش بمصالح دعائكم. إن شاء الله أنتم ثاني مصالح دعائكم. إن شاء الله. ندعو لبعضنا البعض. بارك الله فيك. إن شاء الله. شكرا أستاذة أم هارون، شكرا جزيلا، ربي يفتح علينا. آمين. وعليك. هلا سالوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. شيخنا الدكتور كمال على بركة الله شوية رياضة إن شاء الله نستكمل الأسئلة في 20 دقيقة هذا ما تبقى. تينمسان المفتتح أختنا منصورة تسأل الشيوخ شيخنا في مسألة أنه حالتها النفسية الحمد لله رأي في تحسن، وانتم في البرنامج هذا دائما تدعوا للناس اللي عندهم الوسواس أيضا يصاحبوا الذكر إلى غير ذلك باستشارة طبية، والحمد لله ثقافة الطبيب النفسي رأي تدخل للناس عبر هذا البرنامج، ربي يجزيكم بالخير. ولكن تقول ما زال حديث النفس يوجه فيها، وما زال حديث النفس يدير لها وسواس إلى درجة أنها أحيانا تقول هل أنا على صواب أم على خطأ وتبكي إلى غير ذلك. تفضل شيخ. الأخت يعني أولا نقول ربي يشفيها إن شاء الله، يرفع عليها الضر إن شاء الله، وتشفى بإذن الله عن قريب إن شاء الله. أما حديث النفس نقولها بمعنى أبشري، هذا من علامة الإيمان إن شاء الله. يعني الانسان لما يبدا يتقوى الايمان تاعو بده يجيه الشيطان يريد ان يعني بمعنى انه يضرب ذلك الايمان ويدخل عن طريق الوسواس وعن طريق حديث النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما تحدث بها نفسها، ما لم بمعنى الانسان يتكلم ولا بمعنى يصدر منه شيء، اما ما دام في الصدر فهذا لا شيء عليها. لهذا قالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أن هذا كلام حديث النفس. في البداية ربي سبحانه وتعالى يعني لما قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما كسبت عليها ما اكتسبت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاءت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا لا طاقة لنا به حديث النفس. فلذلك ربي سبحانه استجب لهم، استجابوا النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا قال إن الله تجاوز عن أمتي ما تحدث بها نفسها. جميل. فهذا نقول أبشري بمعنى هذا نعلم، وهذا ما جاءت من صحابية تكون النبي صلى الله عليه وسلم حديث النفس قال هذا من علامة إيمان أبشري. سبحان الله ما تفشليش، هذا من علامة إيمان. إن الشيطان هو الذي يريد بمعنى أن يثبط ما أنت فيه وما أنت عليه من الإيمان. هل يفشلها؟ هل يذهب الذكر شيخنا؟ نعم، الوسوس من هذا الله سبحانه ما قال قول أعوذ برب الناس، تعوذي من برب مناش من الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإنسان لابد عليه بالذكر، عليه بالذكر، ألا بذكر الله واش تطمئن القلوب. القرآن الكريم في هذا نقول لما يجيك الوسواس هذاك، لأن كاين بعض الناس تجيه الكفر في قلبه باش مسكين يكفر وكذا، فلهذا لازم يتغلب عليه بالذكر، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهذا يعني فإما ينزغنك من الشيطان نزغون استعيذ بالله إنه هو السميع العليم، استعيد بالله. فالإنسان لما يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني قال يا ربي عاوني وبعد علي إبليس أو جاني إبليس راني نتحمل أنا كما نقول احنا يا ربي تحت حمايتك، حمايتك يا مولانا حمايتك، هذا هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نطلب الحماية من الله. فالله سبحانه وتعالى لما تكثر من الذكر فإن الله سبحانه وتعالى يعيذها من الشيطان الرجيم. بارك الله فيك شيخنا كمال وأحسن الله إليك. شيخنا أبو عبد السلام لديها مبلغ زكاة 10 ملايين دار عليها الحول، هل تزكي؟ 10 ملايين والله نشكره في هذا الإيمان القوي يعني، وهذا في كثير في الجزائريين يعني لا يملك النصاب يملك مبلغا زهيدا ومع ذلك يبادر إلى أنه يسأل عن الزكاة. فنقول لها 10 ملايين نتاعك راهي لا زكاة عليها لأنها لم تبلغ النصاب،
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة في أقل من خمسة أوسق. نعم. معناها خمسة أوسق هو نصاب الزكاة، هذا في الزروع والثمار، وأما في الدراهم 20 دينار ذهب، يعني النصاب المقدار الذي تجب فيه الزكاة هو ما بلغ 20 مثقال. 20 مثقال وزنه الآن 85 غرام تاع الذهب. 10 ملايين ما تجيب لهاش حتى واش نقولوا 20 غرام تاع الذهب. فلذلك وجيب 20 غرام ما تجيبش. فلذلك قلها أنت معفاة من الزكاة، لكن باب الصدقة وباب فعل الخيرات مفتوح. الله يبارك فيك. حتى في القليل، فأما من يعمل مثقال ذرة خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، ولا تحقرن من المعروف شيئا. طيب حسين لك شيخنا، أحلام شيخنا دكتور كمال تقول زوجها مريض بالسكري، جرح في رجله، قال لها لا أصلي لأن الجرح هذا يمرض، فقالت له لا عليك يا من ذلك أنك تتوضأ، فبما تنصح شيخ؟ نعم، يعني هي بارك الله فيها مسكينة حريصة عليه، احنا نقول الله يشفيها أولا، ربي يرفع عليها الضر. إذا كان لا يستطيع يعني باش يمسح حتى ولو يشمخ يده يمسح ولو مرة في اليوم، والباقي يدير كما قلت قاشر خشان يمسحها اليوم، وإلا يدير جبيلة، يدير قاشر واحدة على هذيك تعتبر من جبيلة خشينة، يدير جبيلة عليه يخبيها، يدير جبيلة ويمسحها عليها ويتوضى عادي. الله يتوضى عادي يتوضى عادي يوصل من جبيرة. جبيرة يلبس قاشر عليها كما قلنا يدير عليها ولا يلبس قاشر. أيوه. باش ولا يدير بونسمون كما يغطي عليها ويمسح هكذا عليها برك. أيوه. والباقي يغسلهم كما قلنا اللي يغسلهم ما في حتى مشكل. ويصلي. ويصلي عادي وربي يشافيه. إن شاء الله يا ربي يشافيه إن شاء الله. شيخنا أبو عبد السلام زوجها وأخوه. الأب يسمح للأخ بأن يعمل في الأرض إلى غير ذلك ويمنع زوجها. يدخل والله احنا هذه المشاكل العائليه من هذا النوع اما لعدم ادراك حقيقه العدل بين الاولاد من الاب، واما بإعاز من ذلك الابن الاخر، وهو من كلامه صباحا مساء صباحا مساء ويصف اخاه بما ليس فيه وبما لا يليق، فاوغل يعني قلب الاب على ابنه وصار يمنعه. هذا يعني في الغالب واحد من هذه الأسباب هو المشكل، وأحيانا تكون بسبب ما يراه الأب عقوقا. إذا كان الإبن هذا كما يقولوا احنا بالدرجة أنا حسب روحه شوية وحب ينصب روحه ناصح ومعلم لباباه، لازم نعملوها كذا لازم نعملوها كذا، يرحم والديك يرفض روحك أختي وأنت تعلمني ولا أنا اللي ولدتك ولا أنت اللي ولدتني. فإذا هنا مش من السهل باش الأب يقبل النصح من ولده. فلذلك نقول لك أنت نعم واجب الدين يملي عليك أنك تنصح، الدين النصيحة، ولكن تختار الأسلوب والكيفية والوقت المناسب والمزاج المناسب في أبيك. هذا إذا أردت أن تفعل هذا لابد أن تتحين كل هذه وتتصيد هذه الفرص. إذا لم يكن هناك شيء أحسن أحسن وبالغ في الإحسان، فبالإحسان تستلين قلب أبيك عليك وتصلح أمرك بينك وبين باباك، ما تعاندش وما تقولش وراك ظالم وراك حاقرني وراك محرمني وراك كذا، لا أحسن إليه دون أن تذكر شيئا عن هذا الذي تحب الوصول إليه. فهذا الإحسان هذا يخلي الأب يحاسب نفسه ويفكر في مع نفسه، قل هذا الولد راه يحسن لي وأنا أسأت إليه وأنا منعته وأنا كذا، فربما يتلين قلبه ويصلح ما بينك وبينه. جميل. وعندئذ يفتح لك المجال كما فتح لخوك. الله مفتح علينا. ونقول لك باللي لو كان تسعى بالأسلوب الحكيم إلى إصلاح ما بينك وبين باباك وما بينك وبين خوك باش تجتمعوا تلم الشمل نتاع الأسرة وتعملوا مع بعضكم في هذه الأرض هذه، وتستغلوها وتستثمروها مع بعضكم، ولكن تكونوا بالنية الصافية وبالصدق والإخلاص في العمل، وربي إن شاء الله يوفق. إن شاء الله شيخنا بارك الله فيك. شيخنا تقول السائلة شيخنا كمال أنها مريضة أيضا والراقي قال لها فيك شيء مس وسحر ويؤثر على الإنجاب إلى غير ذلك، بما تنصحها شيخ؟ والله يعني أول إنسان دائما يمشي مثل هذه الأمراض هذه العضوية يمشي إلى الطبيب اللي هو أدرى، فإن كان قال بمعنى أن الطبيب
كل شيء سليم، يعني كل الوسائل الإنجاب بالنسبة لك وبالنسبة للزوج تاعك ما عندك حتى شيء، فقط صبروا وخلاص. هنا يتدخل يعني رقية، ما فيهاش محنة، واش هي رقية؟ دعاء، واش هي ربي سبحانه وتعالى. إنسان اللي يرقي هذا الله، وكثير من الناس ما حملوش لما رقوا حملوا. صح. لأن يعني فعلا أن السحر يؤثر، ولما بمعنى الإرقاء، وفعلا رفع عنهم ذلك الشيء هذاك، وربي سبحانه وتعالى فتح عليهم وحملوا الحمد لله. كان شحال من إنسان هكذا يعني ربي فتح عليه بالرقية. على لأن كانوا عنده تعطيل، هذا هو السحر، السحر التعطيل. والسحر على بالك عنده تأثير. يا يعني ربي سبحانه وتعالى ما نكروش، ما قالش ما عندوش، ولكن قال مهما كان وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، حتى ربي ياذن له باش ياذن، والا ما ياذنلوش ما يذيش. ان عبادي ليس لك عليك عن سلطان، شفت؟ فلهذا نقول الاخت الكريم استعيني بالله سبحانه وتعالى بكثر من الاذكار، ولكن معليش ترقي هذه الرقيه هذه ان شاء الله تنفع، لان هو الدعاء، دعاء الرقيه هو الدعاء. الله ينورك شيخنا كريم، بارك الله فيك. شيخنا ابو عبد السلام، فاطمه امتبازا عن ابيها رحمه الله عليه كان يعمل في فرنسا، وكان رمضان مريض شيئا ما، فصام ايام وافطر ايام ومات دون ان يقضي ما افطر. نعم، لانه ادركه الاجر قبل ان يتمكن. نعم. اولا السيد هذا افطر بعذر، يعني افطر بعله مرض وسفر، فإفطاره ليس انتهاكا لحرمة رمضان، إنما هو بعذر كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم نوى أن يقضي، ولكن جرى له حادث بسببه توفي رحمه الله ولم يتمكن من القضاء. الآن إذا كان ما بين الإفطار والقضاء والموت كانت فيه فرصة زمنية وإن تمثل للشفاء وقادر باش يقضي وتهاون، هذا نقولوا عليه اقضوا عليه اذا قدرتوا تقضوا عليه ولا تصدقوا عليه. اما اذا كان المانع العذر الذي به افطر استمر معه ولم يبدو منه اي تهاون او تكاسل فليس عليه شيء، ولكن اذا تصدقتوا باب الصدقه مفتوح وربي يتقبل. يا سبحان الله، يا ربي بارك الله فيك شيخنا، ربي يرحمه برحمة الله. وهما يقدروا يصوموا عليه شيخنا بعد سنة؟ يقدروا يصوموا، نعم نعم يقدر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن دين الله أحق أن يقضى. أيوة يقدروا يصوموا عليه قضاء، مش صوم يعني تطوعا، لا قضاء فقط. الله يبارك، تطوعا لا يجوز. العبادات لا تؤدى بالنيابة. الله يبارك فيك، ربي يعلمنا شيخنا. امين. دكتور كمال، سيدة أم محمد بن بريدة تقول بأنها راهي تصلي في الصلاة القديمة، هي تقضي، فهي تصلي وقت مع وقت، قالوا لها لا صلي بالنهار، كل يوم صلي نهار، بعد قالوا لها لا مش يصلي نهار، ديري النوافل برك تكفي. نعم، هي الأخت الكريم، احنا نقولوا دائما الماكثة في البيت القادرة على القضاء أكثر من يوم، أكثر من يوم، فيجب عليها قضاء أكثر من يوم، ماشي يوم واحد فقط. لأن العلماء قالوا كما مثلا عندنا احنا كانوا يقولوا خمس أيام، بعدين تنزلوا إلى ثلاث أيام في اليوم. بعدين شيخ سحنون رحمة الله عليه قال لهم لصاحب العلم المدور، ما يقول الشيخ سحنون هذا المالكي القاضي، هو الذي أعطى هذه الرخصة، قال بمن أقله يومان، قال حتى يلقى الله سبحانه وتعالى سالما، وربي ان شاء الله يسمح له الباقي. لان الانسان يصلي يومين في النهار معناتها هو معول باش يقضي، يخرج من التفريط، باش يخرج من التفريط، معناتها ماهوش مقصر. هذا الانسان اللي مرتاح يعني قاعد وقادر يصلي. اما انسان شغال يعني بمعنى انه يشتغل مسكين ما يكفيش الحال، هذا جاز له يقضي نهار واحد، معليش يوم يعني صلاه بصلاه كما راهي دير هي صلاه صحيحه. اما كون هذه تاع النوافل ولا احنا هذه عندنا ما عندناش، هذه عندنا غيرنا، صح كاين فتوى يعني عندها واحد من الاراء موجوده، ولكن هذه الاراء هذه اللي موجوده واش معناتها؟ هذا معناتها الانسان اذا كان كافرا، فهمت؟ كافر خلاص سقطت عليه الصلاه، الان ما عليه الا يتنفل وخلاص. دوك اذا تحس روحها هي كافره ذاك الوقت القضاء ما كانش، اذا قالت لا انا مؤمن يا سيدي الحمد لله لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكن حتى غالب اهلنا كانوا يامروننا بالصلاه، احنا ما هذا اكبر دليل، سبحان الله متهاونين احنا، حتى مسكين العاصي كي تقول له راه ينفر فيك يبني برك يضربك كاع، وانا كافرنا هذا. فلذلك احنا نقول الحمد لله احنا يعني جمهور العلماء والمدرسه تاعنا احنا المالكيه والمذهب تاعنا يقول الانسان كان مقصر مسكين غافل
وكان كما يقولوا ناسي وصغر راك تعرف في معنى مسكن ما كانوش عندهم مش وعي. أيوه. ما كانش ثقافه فلهذا احنا نقولوا ان شاء الله الانسان هذاك الغفله هذيك لما يكبر ويفطن لهذا قال يا اخي الله سبحانه وتعالى واقيم الصلاه واكتش يا اخي لي ذكري صح فطنت هذا وين فطنت هذا وين فطنت توكل على الله توكل على الله غرم قال يا رب اسمح لي انا كنت غلط في حقك الان انا رجعت يا مولانا الله يبارك فيك لهذا تقضي وربي ان شاء الله يتقبل منا ومنها معناها اقله يومين سيدي اقله يومين اللي كان مرتاح معناتها اللي ما عندهاش ما كيت في البيت ما كيت في البيت وعندها قدره عندها قوه اما المسكينه مشغوله وماش قادره صار لي يوم واحد مانيش صلاه بصلاه مانيش الله يبارك صومها في رمضان شيخنا تحس دائما بحريق وقروصيه ومراره الى غير ذلك كما تقول ارجع الى غير ذلك تقول الطبيب قال لها المعده مفتوحه وهي ديدنها كل رمضان تعاود خمس ايام سته بما تفتيها نقولوا الا كان حست غير هنا برك ما طلعلاش على لسانها ولا صيامك صحيح ما عندك حتى شيء الا طلع لك ورميتيه كيف كيف صيامك صحيح ولم ترضي شيئا ما كيف كيف هذا بمعنى ما عندك حتى شيء احنا المتعمد هذاك اللي طلع له عاود بلعه في وقت يرميه بلعه غلط مسكين هذا اللي يغرب اما كون ان الانسان وصل هو عنده مرض ويوصل للانسان ويرميه ما عنده حتى شيء مغلوب عليها مسكين ويجي ماشي هي تحب باش يجي او مغلوب عليها فلهذا نقول لها اذا لما يجيك وترميه ما تبلعيش صيامك صحيح ولا حسيتي غير هنا برك هذاك ما طلعلكش صيامك صحيح حتى لو تحسي بهذيك الحلاوه وبهذيك القروصيه هذه المهم ما خرجلكش مادام ما خرجش ما لحقش الانسان صيامك صحيح يعني لحق الانسان ورجعت ورجعتي هذا متعمده هنا بمعنى رجعت كليتي شغل كليتي ايوه هنا تردي اما لحق الانسان ورميتي ما عليك حتى شيء الله يبارك شيخنا كمل الدعاء باش يروح لها الوسواس لانها تتوضا وتعاود الى غير ذلك باختصار نعم حنا نقولها الوسواس هذا ما تتبعوش اتوضاي مره واحده وصلي مره واحده وما تعوديش الوضوء حتى لو كان ناقص والصلاة هذه حتى ولو كانت ناقصة بمعنى يعني الإنسان إما يصلي مع الجماعة باش نحل الوسواس باش يصلي معهم خلاص ولا يتوضا قدام واحد يقول له شوف أنا نتوضا ولا لا باش نحي الوسواس وإذا كان وحده مسكين فنقول لها ما تتبعيش الوسواس توضي وضوء واحد حتى وإن كان ناقص بمعنى كي تحس بها معليش خليه ولو كان الوسواس أقضي على الوسواس انتهي من الوسواس الله يبارك فيك إن شاء الله شكرا شيخنا شيخنا أبو عبد السلام علي متبسة خواله أخذ ورث 600 مليون أمه توفت قبل جدته قال له إخواله لا ورث لك معنا نعم هو على كل حال في ثلاث دقائق من يتبقى السبعينيات أيوة. والجدة نتاعهم توفت في يعني في العهد الحاضر هذا أيوة فقانون الأسرة الأول في 1984 ولا المعدل في 2005 هو يورث الحفدة في أجدادهم يعني في أصولهم الجد والجدة إذا كان لم يستفيدوا شيئا من أبيهم أو من جدهم أو من غيرهم يعني لم يستفيدوا شيئا لأن إذا كانت الأم هذه توفات وكانت استفادت شيئا خلاص انتهى الأمر ما تورث لكن إذا ما كان حتى إفادة هنا تروحوا لقانون الأسرة وتروحوا للموثق يدير لكم الفريضة راح تطلع إن شاء الله في الفريضة عندئذ بالأسلوب الودي مع أخوالكم تأخذوا حقكم يعني حق نصيب أمكم إذا كان الأسلوب الودي هذا ما نفعش وأنتم حبيتوا تربحوا أخوالكم وتبقوا تحافظوا على العلاقة الأسرية ويعني المودة بيناتكم الصبر هذه وسخ الدنيا يبقى في الدنيا إذا كنتم محتاجين وباغيين تنالوا حقكم كاين العدالة الله يبارك فيك شيخنا السيدة أم هارون شيخنا دكتور كمال من العاصمة أختها 20 سنة زواج لباس ولكن 10 سنوات تغير الزوج يهجرها إلى غير ذلك بسبب أنه طلب منها أن تتنازل على البيت باش يبيعوا وهي طبعا وهي رفضت لأنه معناه الآن قالت كرهت وأطلب الطلاق بما تنصحون دوك الان هي اضرام يعني من شانها هي اضرام أيوة. وخاصه انا كي نقول عندها الدراري نقول الانسان ما يمشيش من الطلاق اللي عنده الاولاد لازم يضحي ويشوف الاولاد يروحوا ضحايا أيوة. يضحي من نفسه حتى باش يحافظ على اولاده الله ينور ولكن باش تقول معاه باش يطلقها باش يدي البيت وينحل من البيت ما تنحاش منها تقعد في رزقها مادام راهي على اسمها تقعد في رزقها الله يبارك اخيرا ماذا عن الطالب اللي قالت في 2011 اللي هذاك الطالب الكراسه في يداته هذاك واش نقولوا لا اما تعرف تروح للمدرسه وتجيب العنوان وديروا كما نقولوا في رساله وتبعثوا لدارهم
ولا ما عرفتش مسكين تبدو كاش ولد مسكين صدقه على ديك الطفله. ايوه ماذا يقول لك بنتي هذا الكراسي استفيدي منه. والنقطه هذه خلاص هي مسكينه حاول باش تبدا تتراجع لانه كانت مستخلفه برك. اما ترجع كما قلنا هي المفروض كانت حتى هذيك الشيخه كلمة تدخل تقول يا ودي ماذا بيا انا كان عندي شويه خطا مع الطالب ماذا بيا تعوضين. هي مستخلفه خافت من الاداره هذه هي احنا نقولها ان شاء الله ربي غفور رحيم. هي مسكينه انا كانت نيه طيبه مستخلف. حاولت مسكينه باش عندها النيه باش تستدرك صح. وللاسف يعني جاءها ان شاء الله ربي يبارك لها في عائلتها. ان شاء الله ربي ان شاء الله وان شاء الله الطالب هذا راهو في الجامعه. ونكون ان شاء الله يكون في الجامعه ويكون بارك لها الله يبارك لها شيء لعل تخرج كاع الله ينعم. اي ربي يبارك فيه ان شاء الله. باسمكم جميعا ايها الساده اشكر صاحب الفضيله شيخنا استاذنا ابو عبد السلام وصاحب الفضيله شيخنا استاذنا الدكتور كمال البوزيدي. اشكر لكم حسن الاصغاء تحيات فريق العمل التقني بقياده يونس مسيلين نلقاكم بخير وعلى خير السلام عليكم.